حيكون معانا المؤلف لهذا العمل استاذ حسين المهدي، يقول له مساك الله بالخير ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. يا هلا اخوي فيصل، هلا بيك، الله يبارك فيك ان شاء الله ورمضان كريم عليكم انت واختنا صابرين. خليك استاذ امين. شلون احنا بالبحر ايش اخبارهم؟ كلهم تمام الحمد لله، يسلمون عليك اخوي. دوم ان شاء الله، دوم ان شاء الله. يخليك استاذ، ايش مسوي؟ ان شاء الله كل شيء تمام. اول شيء مبروك استاذ. اي الله يبارك فيك ان شاء الله. تسمعنا استاذ؟ ها اسمع شيء. نعم. اي استاذ، اول شيء مبارك لك على نجاح والاصداء الجميله اللي مسويها الخطايا العشر، ما شاء الله عمل قوي واثبت وجوده ما بين الزحمه الدراميه هالسنه بين القنوات. اول شيء في وايد نقاد ومتابعين والسوشيال ميديا تكلموا عن جرأة هذا العمل، هل هناك فعلا جرأة يعني متعمدة في هذا الطرح، ولا الناس فهمتها مثل ما هي فهمتها كذي؟ أنا أعتقد يعني المشكلة عندنا في فهم الأمور في يعني في مجالنا الفني هذا، في عندنا شوية خلط في المفاهيم. يعني أنا سألت أنا هذا السؤال واجد. نعم. بس خلينا أبين هاي الشغلة بس لا تسمحون لي. تفضل. في أدنى خلط، يعني أنا أشوف الجرأة مو في ما تطرحه من أفكار، أنا تبقى الفكرة هي فكرة موجودة. نعم. الجرأة هو الموجودة اللي لازم المفروض الناس ينتبهون لها، والنقاد حتى اللي تجيبونهم، أنا متابع طبعاً لبرنامجكم الجميل. نعم. اللي المفروض يتوقفون عندها هي جرأة، خلينا نسميها جرأة سلق الاعمال اللي قاعده تصير. يعني نعم، انه وايد عندنا كم اعمال بدونها، يعني بدون رؤيه دراميه، بدون يعني في سلق واجد داخل المجال الفني. هاي جرأة انا اعتقد ان انت تقدم شيء للمشاهد ما له قيمه، هاي جرأة، يعني جرأة من الشخص شلون يقدم شيء ما له قيمه. صحيح. وان احنا ممكن ما نستوقف عندنا، نستوقف عند شخص يدور قيمه دراميه، يتعب يدور خط معين يشتغل، يقول لا والله انت جريء. طيب ذاك جريء في اللي قاعد يسويه، يعني اللي قاعد يدفع الجميع. نعم. فهذا الموضوع المهم انا من وجهه نظري، اما ان احنا قصه موجوده، قصه دراميه طرحناها حتوته. زين، في ناس وايد فهمت منها اشياء، ناس وايد فهمت منها امور. انا يعني كميه اللي توصلني المسجات على السوشيال ميديا واجد كبيره، يعني تفاعل كبير في موضوع مثلا الاب. مع انه مو جريء الموضوع. صحيح. صحيح. يعني مو بذيك الجرأة المقصودة، لا. بس موضوع يمسهم، يشعر بان احنا في عندنا شوي داخل، تغيرت عندنا المفاهيم داخل مجتمعنا. صحيح. ففي اشياء يعني الجرأة، هذه الجرأة بالعكس، هذه الجرأة المقصودة ان احنا نطرح افكار، بالعكس هذه مطلوبة. يعني استاذ انت ترد على الناس تقول لهم هذه الجرأة موجودة واقعية في العمل، احنا يعني نتطرق حق مواضيع موجودة على ارض الواقع. لا مو شرط موجودة على أرض الواقع بكمية. نعم. كبيرة. نعم. احنا الخيانة الحمد لله رب العالمين، مجتمعنا. نعم. ما في خيانات كبيرة. نعم. يعني ما في خيانات على نطاق واسع يعني. نعم. طيب استاذ حسين، اليوم هذا اللي قاعد تتكلم عنه من خيال الكاتب؟ في من خيالي، في من الواقع. نعم. اوكي، في من الواقع القريب، في من الواقع البعيد. أنا بس عشان تكون أستاذ حسين، عشان تكون الصورة واضحة، أبي الخيانة اللي تمت في هذا العمل، الخيانة الزوجية أنا أتكلم عنها، من خيال الكاتب حسين المهدي. نعم. ولا واقع أنت تشوفه بالمجتمع موجود؟ لا بقول لك في موجود في الواقع طبعاً، في خيانات في الواقع. نعم. ما في شك. بس القصة بحد ذاتها خيالية. نعم. 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 يعني تفاصيل القصة متخيلة. بس تقول لي في خيانات، في خيانات في واقعنا حوالينا موجود، كل مكان في خيانات. استاذ حسين، خيانات زوجيه، في خيانه نعم. احقانه. نعم. في خيانه. طيب استاذ حسين، مسمى الخطايا العشر، ما هو المقصود فيه؟ شنو هي الخطايا العشر؟ نبي نعرفها. نعم. هو الخطايا العشر هو مشروع يا جماعه. نعم. هذا سؤال مهم. هو مشروع يتعدى هاي 30 حلقة. 30 حلقة هي خطيئة واحدة. مو هي خطايا العشر، لا. احنا متناولين خطيئة واحدة. خطيئة واحدة. نعم. هي اللامسؤولية.
خطأ تكون لها مسؤول. أكيد. صحيح. خطأ عود في الحياة. احنا نقول ان شاء الله احنا نتكلم نقول هذه 15 حلقه واكيد في اسرار قادمه للخمس حلقه القادمه، ونقول لكم مبروك على هذا العمل وهذا النجاح للامانه، ومشكور على هذه المداخله المؤلف حسين المهدي من مملكه البحرين.